طول الأيام اللي فاتت ومفيش قضية شغل الرأي العام إلا قضية نورهان، واللي قامت فيها بمساعدة ابن الجيران اللي على علاقة معاه بإنهاء حياة والدتها بعد ما مسكتهم متلبسين، وده كله عشان محدش يعرف. ومن وقت ما الواقعة حصلت وكل يوم تطورات في القضية ومفاجأة بتاخد القضية في حتة جديدة، واعترافات من المتهمين بتغير مسار القضية، لحد آخر حاجة صرح بيها المحامي الساعات اللي فاتت قلبت موازين القضية خالص. يا ترى ازاي هيكون مصيرهم عشماوي؟ مش عارفة اقول لكم كده اعترافات المتهمين خلصت وبدأ دور الدفاع، ولا ممكن الايام الجاية تظهر اعترافات مفاجأة منهم تاني. الحقيقة ان موضوع النهاردة مش اعترافات زي الايام اللي فاتت، لا الموضوع خاص بمفاجآت هيكشفها المحامي هتكون نهاية المتهم من خلالها. محامي المجني عليها قال ان اخواتها عملوا توكيل له للدفاع عنها، وان اخواتها مش عايزين الا القصاص لروح اختهم، وانهم مش خايفين ولا عايزين ينقذوا نورهان زي ما تردد الفترة اللي فاتت، بالعكس لازم تاخد عقوبتها بتهمة انهاء حياة والدتها مع سبق الإصرار والترصد. المحامي قال إنه حصل على معلومات عن المتهم هتقلب موازين القضية خلال الأيام اللي جاية، وممكن تكون السبب مع تهمته الأولى إنه تكون عقوبته رادعة ويوصل لعشماوي. المحامي شدد إن من اللحظات الأولى للقضية وترسخ داخله قناعة تامة بإن في أمر خفي وراء المتهم وأسرته، وانه مش شخص عادي، وان الشيطان لا يتجسد في صورة ولد صغير. كمان وصف في كل التعريفات ان الصغار عنوان البراءة، وقال كمان انه وصل لخيط مهم في القضية وهو اللي اعلنه من اللحظات الاولى لتوليه الامر، يرتبط بقيد المتهم وهو الخطوة السابقة لاستخراج شهادة الميلاد واللي استطاع الوصول اليه من محمد عبد العليم محامي أسرة المتهم، بأن المتهم حسين نسب إلى والده بدعوى نسب استمرت قرابة العمين منظورة بالقضاء بناء على طلب أم المتهم، انتهت بصدور حكم قضائي بالنسب جاري استخراج صورة رسمية منه ليكون قرينة في القضية. علشان كده محامي المجني عليها طلب تحليل DNA للمتهم ووالديه لإثبات أنه منسوب لحد منهم ولا لهم هما الاثنين بناء على حكم المحكمة، وأكد كمان ثقته في أن إرادة ربنا وعدالة السماء هتكون سباقة في كشف الحقائق لوقعة اهتز لها عرش الرحمن بسبب اللي عملته ابنة في حق أمها. ده طبعا بعد قرار النيابة بإحالة الفتاة لمحكمة الجنايات وإحالة المتهم اللي سنه أقل من 15 سنة إلى محكمة الطفل المختصة أعمالا لنصوص مواد قانون الطفل لمعاقبتها عما أسند إليهم من ارتكابهم الوقعة دي واعترافاتهم بارتكابها. كمان أثبتت التحقيقات وجود تنسيق مسبق بين المتهمين من خلال المحادثات بينهم ورسائل الواتساب، ده غير تمثيلهم للواقعة بمسرح الحادث. المستشارة هيدي الفضالي المحامية عن الفتاة قالت إن المتهمة مرت بظروف صعبة جداً بسبب إجبارها على الخطوبة رغم سنها الصغير في الوقت اللي كانت مرتبطة فيه بابن الجيران وأقامت معاه العلاقة دي، وده اللي خلى والدتها تجبرها على الخطوبة من واحد تاني عشان تنهي علاقتها بابن الجيران. المحامية قالت إن الظروف اللي مرت بيها البنت هي اللي خلتها تبقى مش متأثرة وجواها إحساس إن والدتها ظلمتها، ولما دخلت وشافتها مع ابن الجيران وراح مسكها وكان بينهي حياتها كانت بتضحك ومش متأثرة علشان جواها إحساس بالانتقام لوالدتها. يا ترى تحليل الدي إن إيه هيكون السبب في وصول المتهم لعشماوي؟ ويا ترى مصير البنت هيكون إيه؟ ده اللي هنعرفه الساعات الجاية، تابعونا.